السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله باذن الله غنحاول نعطيكم اهم المراحل اللي غتمشيو عليها الا بغيتو تكريو شي يوتيوب او مقبلين على انكم تدخلوا في المجال ديال يوتيوب وتحققوا ربح من اليوتيوب. طبيعة الحال قبل ما نعطيكم هذه المراحل غادي نقول لكم بان الناس اللي كيقول لكم بان اليوتيوب ما فيش ارباح فهادو كيكذبوا عليكم، حيت اليوتيوب فيه ارباح، ولكن بطبيعة الحال الارباح كتختلف من قناة القناة ومن محتوى المحتوى. كذلك الأرباح كتختلف من قناة القناة، علاش؟ حيت كل واحد والمشاهدات ديالو. كاين القنوات اللي كيحققوا مشاهدات بزاف، يعني في النهار كيحققوا 100,000 مشاهدة ولا 200,000 مشاهدة في النهار، حيت أول حاجة كيكونوا كيحطوا تقريبا يوميا فيديو ولا على الأقل كيلوحوا كل يومين فيديو وكيكون عندهم مشاهدات كثيرة. باغ كونطخ القنوات اللي كيكون مثلا عندهم غير 1000 مشاهدة في النهار، 2000 مشاهدة في النهار، كاين اللي كيكون عنده كاع غير 20 مشاهدة في النهار. أنا في الأوائل ديالي بعد المرات كاع حتى مشاهدة ما كتكون عندي في النهار، ولا كيكون عندي ديك 10-20 مشاهدة بالأكثرية. فبطبيعة الحال واحد عنده 20 مشاهدة ولا 100 مشاهدة ما قاديش يربح بزاف ديال الفلوس. كما كنعرفوا الارباح عندها علاقه بالار بي ام، واش كيكون طالع ولا هابط. بطبيعه الحال الار بي ام كيختلف من قناه القناه على حسب المحتوى اللي كيقدم ذاك الشخص. فمثلا الناس اللي يعني اللي المحتوى ديالهم عندها علاقه بالبرمجه، عندك المحتوى الناس اللي كيهضروا على التامينات على ديزاسيونس، كذلك المحتوى ديال بيع وشراء السيارات. هاد النوع ديال هاد المحتويات الار بي ام ديالهم كيكون طالع بزاف، يعني الار بي ام 1000 مشاهده للاعلان. فمثلا شاهدوا لك 1000 مشاهده للاعلان والار بي ام كان مثلا 100 دولار اللي هو 1000 درهم، وكاين بعض المرات اللي كيوصل الار بي ام في النهار 1000 درهم وكثر من 1000 درهم، يعني بعض المرات كيوصل كاع حتى 300 دولار 400 دولار اللي هي 80,000 ريال مغربيه على حسب قلت لكم المحتوى. فبحال هذا النوع ديال هذه المحتويات اللي هو البرمجه ولا التداول، الناس او المحتويات اللي كيهضروا على التداول الرقمي والتداول الالكتروني، كذلك المحتوى ديال البيع وشراء السيارات ولي زاسيرونس، هادو الار بي ام ديالهم كيكون طالع بزاف. كذلك على حسب الجمهور، يعني شكون كيتبعكم، واش كيتبعوكم غير من المغرب على حسب الدولة، ولا كيتبعوكم من الخارج ولا من أوروبا ولا من أمريكا. فإذا كانوا عندك متتبعين غير من المغرب فأنا الـ RPM كيكون شوية هابط، يعني الـ CPM ديالهم كيكون شوية هابط. الـ CPM هي التكلفة الإعلان كتكون شوية هابطة. باغ كونطخ في الخارج يعني السعودية ولا الإمارات الـ RPM ديالهم كيكون طالع بزاف، يعني الـ CPM ديالهم كيكون طالع، بعض المرات كيوصل حتى 11 دولار 10 دولار للنهار. كذلك امريكا ولا اوروبا كيكون عندهم الار بي ام طالع والسي بي ام. دونك فاذا كانت تكلفه الاعلان طالعه يعني الار بي ام يعني ال1000 مشاهده الاعلان تكون طالعه. بعض المرات كتوصل انا وفي بعض الفيديوهات ديالي يعني ما كيكونش عندي شي مشاهدات بزاف، وانا المحتوى ديالي تعليمي ومعروف بان المحتوى ديال التعليم والمحتوى ديال الطبخ الار بي ام ديالهم شويه كيكون قليل، وبعض المرات كيوصل الار بي ام في النهار حيت كل نهار والتكلفه كتغيا، يعني كل نهار ونهارو، يعني مثلا هذا الشهر ماشي هو الشهر الجاي ماشي هو الشهر موراه، يقدر مثلا هذا الشهر يكون الار بي ام او السي بي ام هابط والشهر الجاي يكون طالع على حسب. وشحال مره كيوصل التكلفه الاعلان حتى 30 ولا 40 دولار، يعني الار بي ام كيكون 1000 مشاهده كيكون عندي 10 دولار اللي هو 100 درهم. فإلا حققت على داك الفيديو غير 1000 مشاهده انا ربحت فيه 10 دولار اللي هي 100 درهم. عاد غادي نشوف المجموع ديال الاعلانات او المجموع ديال الفيديوهات اللي عندي في القناه ديالي وشحال كيحققوا لي ديال المشاهدات والار بي ام ديالهم كي داير. فمثلا الى في المجموع ديال الفيديوهات ديالي في النهار حققت مثلا 4000 مشاهده وكان الار بي ام، انا نعطيكم المينيموم الار بي ام هو 0.34 0.30. كاين بعض القنوات اللي وسقوا القنوات اللي كيديروا المحتوى ديال الاطفال الار بي ام بعض المرات كيوصل لهم 0.18 ولا 0.16، يعني كيكون قليل، ولكن لا بليبار ديال لي شين يعني الار بي ام كيكون ديك 0.34 0.40، هذا الا كان هابط. فمثلا غير الى دنا الار بي ام 0.34 يعني وانا عندي 4000 مشاهده في النهار،
يعني بحال نقلت 0.34 ونضربها في 4، حيت 0.34 نربح 1000 مشاهده، يعني 4000 مشاهده، يعني غنضرب ديك 0.34 في 4، فتقريبا تعطيني ديك 2 دولار. دونك 2 دولار راه مزيانه في النهار، يعني المهم ماشي ما تجيكش في الشهر شي حاجه، ولكن كوميم الا دخلتي 3 دولار في النهار 2 دولار في النهار، يعني تجيك ديك 16000 ريال. دونك مزيان 16000 ريال بعدا في الاول مما كيكونوش عندك مشاهدات، ماشي مشكل الانسان يقبض ديك 16 17 20000 ريال، ولكن من بعد ملي كيوليو عندك مشاهدات بحال ملي كتولي عندك 100000 في النهار ولا 200000 في النهار، فإلا قبضتي داك الار بي ام، انا قلت دابا الا كان هابط، يعني انا عطيتكم اقل ار بي ام كيكون، الا كان غير 0.34 الا ضربتيها بطبيعه الحال في 100، حيت 100000 ضربها في 100 غتعطيك تقريبا 34 دولار، يعني غير داك الفيديو اللي حقق لك 100 مشاهده في النهار يعني تقدر تربح منه 7000 ريال تقريبا، 7000 مغربيه. وعاد اللي عنده بزاف ديال الفيديوهات وكيحقق له مشاهدات، يعني الا جينا في المجموعه كاين اللي كيحقق له في النهار مليون مشاهده، كاين اللي كيحقق جوج المليون مشاهده، كاين اللي كاع اكثر من داك العدد. والا الار بي كان غير هابط شوف شحال هذا يربح في النهار الحراك في الشهر، دونك راه كيربحوا اموال طائله، ولكن كنهضر بالنسبه للناس اللي عندهم مشاهدات. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مشاهدات بحال كيحققوا 100 في النهار ولا هذا، والار بي ام كيكون هابط، فبطبيعه الحال ما غاديش يحققوا ارباح. انا شحال مره كنت كنحقق غير 0.02 0.04، علاش؟ حيت تو سامبلومون كان عندي ليفي هابطين، يعني كان عندي 10 ليفي في النهار 12 ليفي في النهار، مي دابا منين وليت كنحقق ديك 1000 مشاهده في النهار 2000 مشاهده في النهار، وبعض المرات الار بي ام كيكون طالع، فكاين بعض المرات اللي كنحقق حتى 6 دولار في النهار اللي هي 60 درهم، كاين بعض المرات كتدخل لي 10 دولار على حسب، مره كتدخل لي دولار على حسب كل مره شحال كيدخل. وهذا الشيء انا ما عنديش يعني مشاهدات كثيره، يعني كنحقق غير 2000 مشاهده في الطوطال ديال الفيديوهات ديالي كاملين، وكنحقق مبالغ محترمه على حساب الار بي ام، بعض المرات كيكون طالع بعض المرات كيكون هابط. اما بالنسبه للشيء اللي كيكون عندهم الار بي ام طالع، يعني كيكون عندهم متتبعين من امريكا ومن اوروبا، دونك هنا كيكون الار بي ام ديالهم طالع، فاذا كان الار بي ام غير 100 درهم يعني القليله كتكون عندهم 100 درهم، هذه اقل حاجه في الار بي ام ديالهم. فلاحظ ان اذا كان عندهم 100 مشاهده في النهار 100000 مشاهده في النهار، قبط ديك 10 دولار وضربها في 100 وشوف شحال تعطيك، راه الملايين بطبيعه الحال. يعني الا بقاو كيلوحوا كل نهار فيديو كون اكيد انهم يربحوا اموال طائله وطائله بزاف. دونك لي بالنسبه للناس اللي كيقولوا لكم بان اليوتيوب ما فيش ارباح، وسورتو الناس اللي كيكونوا واصلين يعني عندهم بزاف ديال زابوني وعندهم بزاف ديال المشاهدات في النهار وكيحطوا لي فيديو كل نهار ويقول لك اليوتيوب ما فيهش الفلوس، فتاكدوا ان هاد الناس فقط ما بغاوكمش تدخلوا للعالم ديال اليوتيوب باش ما تنافسوهمش. اما اليوتيوب فيه مبالغ محترمه، و يعني شخصيا انا كنربح منه يعني مبالغ زوينه، واخا يعني ما عنديش ليفي بزاف، يعني كنقول لك كنحقق غير 1000 مشاهده ولا 2000 مشاهده في النهار، يعني بحال 2000 مشاهده، وكندخل في النهار ديك 3 دولار 4 دولار مع 10 دولار، يعني في الشهر كتجيني بالما ديك 20000 ريال 30000 ريال. وهذا الشيء انا ما عنديش مشاهدات بزاف، هذه الاولى. ومن غير هذا الشيء الار بي ام ديالي هابط، حيت كندير محتوى تعليمي كذلك كندير افلام، دونك الار بي ام ديالهم كيكون هابط شويه. واليوتيوب بطبيعه الحال فيه يعني مبالغ محترمه بزاف. بطبيعه الحال انا كي قلت لكم سبقت قلت لكم بانني ما كنحققش مشاهدات بزاف في النهار، ورغم ذلك يعني كندخل يعني في الشهر ديك 30000 ريال 40000 ريال على حسب كل شهر، والار بي ام كي كيكون يعني كندخل مبالغ محترمه، فما بالك اللي كيكون عنده مشاهدات كثيره يعني وكيلوح كل نهار، وهذا هو الاساس. يعني باش كذلك تطلع من الار بي ام ديال القناه ديالك، من الواجب عليك الاستمراريه، يعني تلوح كل نهار لي فيديو باش تطلع من الار بي ام ديالك، باش ما يوقعلكش بلوكاج في القناه ديالك، حيت كيف ما كنعرفوا في اليوتيوب، واليوتيوب ديجا هي قايلاها يعني فوق 5 ايام الا ما لحقتيش الفيديو بطبيعه الحال كيوقع لك بلوكاج للقناه ديالك، فخاصك او موا في 5 ايام كل 5 ايام تلوح فيديو، هادشي الا ما كانش عندك الوقت. اما اذا كان عندك الوقت فمن الاحسن يستحسن انك تلوح كل نهار ولا كل يومين تلوح فيديو هنا باش تطلع من الار بي ام ديالك،
كذلك تحاول يعني تستقطب يعني الاجانب في القناه ديالك، وتستقطب كذلك الخارجيين، حيث الار بي ام ديالهم كيكون طالع، وكل ما الار بي ام كان طالع كل ما الارباح تكون طالعه، وبطبيعه الحال حتى المشاهدات اي تزادوا، يعني هذا الشيء طبيعي. دونك دابا هذه المرحله الاولى ديال الفيديو، عطات لكم على الارباح في اليوتيوب كي كيكونوا، يعني بالنسبه للناس اللي كيقول لكم راه ما كاينش ارباح فما تثقوش بهم، حاولوا نتوما تخدموا على المحتوى ديالكم، وكون اكيد واحد النهار يعني غادي تربحوا ان شاء الله اموال محترمه. مي في الاول ملي ندخلوا للعالم ديال اليوتيوب ماشي تقول غير انا نكري شي اليوم صافي غدا غادي نطلع يولي عندي مشاهدات بعد غدا نتخلص. اللي كان عنده هذه الفكره فمن الاحسن ما يفتحش قناه على اليوتيوب، يعني اليوتيوب خاصو الصبر، والصبر بزاف. انا دابا ربع سنين وانا في الشين يوتيوب، يعني 3 سنين وانا ما كنتخلصش كاع، يعني حتى لهذا العام التالي عاد بديت كنتخلص. فخاصكم تصبروا، وفي الاول تركزوا على المحتوى، يعني تخدموا على المحتوى ديالكم هو الاول، وتستقطبوا بعدا الجمهور، يعني يولي كيعرفكم ويوليو عندكم متتبعين. من بعد عاد فكروا في الارباح، الارباح هي اخر حاجه. وكون اكيد انك اذا درتي محتوى زوين وبقيتي كتخدم على القناه ديالك، كون اكيد ايجي واحد النهار وغادي توصل. فاول نصيحه يمكن لي نعطيك بالنسبه للناس اللي مقبلين على شين يوتيوب هو تفكر في المحتوى. هذه اول حاجه، يعني قبل ما تفكر انك تخلي شين يوتيوب خاصك تفكر في المحتوى اللي ادير. ما تفكرونيش في المحتويات اللي غادي تلاقي تصويره مع تصويره ودير لها اغنيه هادئه وتقول انا نديرها في الشين ديالي. فكون اكيد ان القناه ديالك في المراجعه ما قاليش تقبل، ترفض، حيت اليوتيوب ما كيقبلش انك تقبض. بدا اول حاجه دوك التصاور اللي كتقبضهم من جوجل كيكون فيهم حقوق الطبع والنشر، واي فيديو يعني هزيتيه ماشي ديالك ولا شي تصويره ماشي ديالك وحطيتيها في القناه ديالك بطبيعه الحال يعني كتسمى كوبي رايت، يعني حقوق الطبع والنشر، يعني وكيعطوك الانذار الاول، الانذار الثاني، الانذار الثالث، كيقفلوا لك القناه في دقه واحده، وكيتقفل لك كذلك الادسنس، وهنا ما كيبقاش عندك حق انك تفتح قناه اخرى بداك الادسنس. فردوا بالكم لا بالنسبه للناس اللي عاد غادي كرييو شين يوتيوب، ولا بالنسبه للناس اللي ديجا محقين الربح. ما تحاولوش تاخذوا فيديوهات ماشي ديالكم، هذه الاولى. وثاني حاجه ما تحاولوش تبقاو تلاقيو التصويره مع التصويره وديروا موسيقى هادئه، فهنا ما غادي تربحوا حتى حاجه. شكون متفقين؟ يعني لا بغيتو يعني القناه ديالكم تقبل في المراجعه فبطبيعه الحال يعني وتحققوا ارباح، بطبيعه الحال اول حاجه خاصكم ديروا وهي ديروا محتوى خاص بكم نتوما، يعني خاص بكم نتوما، يعني تكون عندكم كاميرا. ماشي مهم تكون عندكم كاميرا بروفيسيونيل في الاول ولا تكون عندكم اضاءه، هذا الشيء ماشي مهم، يكفي يكون عندكم هاتف كاميرتو مهم عاديه، وبوله تكون مجهده شي شويه، وراكم تسجلوا فيديوهات بصوره زوينه. والحمد لله كاين بزاف دي زابليكاسيون ديال المونتاج اللي كينسحوا الصوره، يعني ما عندكمناش تخافوا، وتبداو تخدموا على المحتوى ديالكم. فهذه اول نصيحه يمكن نعطيها بالنسبه للناس اللي باغيين يدخلوا لمجال اليوتيوب او كيفكروا انهم يفتحوا قناه في اليوتيوب. اول حاجه وهي تفكروا في المحتوى، يعني انا شنو كنعرف ندير. مثلا كنت عندي مع اللغات، علاش لا ما نقريش اللغات؟ كان عندكم مع شي ماده وضابطينها مزيان، علاش لا ما تنضوش تقريو داك الماده وتستقطبوا الناس اللي مهتمين بداك الماده؟ طبيعي حال كديروا تستقطبوهم بالبارطاج، يعني اول حاجه كي تكريي شي يوتيوب تبارطاجي لصحابك اللي كتعرف، العائله، تبارطاجي في الجروبات اللي عندهم علاقه بداك الماده. فمثلا انت عندك مع رياضيات ديال الباك، فغادي تقرا رياضيات ديال الباك وتمشي لجروب ديال الفيسبوك فين ما لقيتي يعني جروب ديال الباك، غادي تبارطاجيهم داك الفيديو، وبطبيعه الحال منين يشوفوه لي زيتيديون يعني الطلبه او يشوفوه التلاميذ ويعجبهم المحتوى ديالك، هما يبارطاجيو كراسهم وتبدا تعرف شويه بشويه. بطبيعه الحال وكل ما لحتي بزاف ديال الفيديوهات وخدمتي على القناه ديالك، كل ما اليوتيوب كتساعدك باش كتقترح الفيديوهات ديالك، يعني كطلعك فغوشيرش، يعني الخوارزميات ديال اليوتيوب يعني كطلعك فغوشيرش. علاش؟ حيت كتولفك انك كتلوح اليوم، كتلوح غدا، كتلوح بعد غدا، دونك كتعرفك انك مهتم بالقناه ديالك وباغي تخدم، فكتحاول تقترحك باش كيشوفوك الناس.
فهذه اول حاجه هي تفكر في المحتوى اللي بغيتي. يعني شنو كتبغي؟ كتبغي الطبخ ديال الطبخ، كتبغي الفلوغات يعني تصور فين غادي فين جاي، انا كليت انا درت انا فعلت انا مشيت لهاد البلاصه وهاد البلاصه، دونك كدير فلوغات. المهم انت تكون تجلس مع راسك وتفكر في المحتوى اللي تقدر تعطي فيه، و اون بليس يكون محتوى محترم وهادف اللي الناس تستافد منه. مثلا انت مولوع بالفلوغات كتبغي تخرج تسير الدور، دونك بامكانك تبارطاجي داكشي. مثلا انت مولوع بالطبخ بامكانك دير محتوى ديال الطبخ. المهم الاساس هو قبل ما تكريشي يوتيوب تجلس مع راسك وتقول انا، تسول راسك تقول انا شنو كنعرف ندير او كندير نفيد الناس. دونك ملي كتعرف المحتوى اللي غادي تقدمه في القناه ديالك، فهنا كدوز للمرحله الثانيه نيشان، هو كيفيه انشاء قناه. دابا صافي عرفتي المحتوى اللي غادي ديرو، اذا دابا المرحله الثانيه اللي غادي تدوز ليها وهي كدير تنشا قناه. بطبيعه الحال انا راني حاط لكم الفيديو كدير تنشا قناه، كدير تحقق الشروط، حيت كما كنعرفوا اليوتيوب دابا ولاو فيها 4 شروط باش تحقق الربح. الشرط الاول والثاني ديجا ساهلين، يعني غيتحققوا لك كي غاتكري الشين، غير ما دير يعني الشرط الاول هو ما دير حتى حاجه فيها ايحاءات، وما ديرش شي حاجه فيها القتيله ولا فيها الدم. هادو ثلاثه د الحويجات ما خاصهمش يداروا في الفيديوهات ديالك. هذا الشرط الاول، الا ما درتيش هادشي دونك الشرط الاول كيكون محقق. الشرط الثاني اللي هو التحقق بخطوتين، يعني هاد الميزه ديال التحقق بخطوتين واحد الميزه زوينه بزاف درتها اليوتيوب باش تحمي القناه ديالك، حتى واحد ما يديها لك، يعني ما يخترقها لك حتى واحد. يعني وان فوا يبغي شي واحد يخترقها لك كتوصلك رساله من جوجل كيقولك ها هو هذا الشخص راه يخترق لك الحساب ديالك. دونك ديجا كتكون تعرف بان شي حد باغي يخترق لك الحساب ديالك، فيكفي انك ما تعطيش الموافقه. هذاك علاش ديما منين تخرج لك شي رساله فيها وي ولا نو ديما دير نو، عمرك دير وي، حيت الا مشيتي درتي وي مشاتك القناه. دونك ردوا بالكم من هذه المساله. كذلك ميزه التحقق بخطوتين راني شرحها كامله، دخلوا غير البلاي ليست غتشوفوا داك الدوسي ديال شروحات الادسنس، راني داير فيه جميع الفيديوهات. كدير تنشا قناه من ا جوسكا زد، كدير تلعب في الكلمات المفتاحيه، دوك الكلمات المفتاحيه هما اللي كيجعلوا اليوتيوب تقترحك في الريسيرش، وكذلك بالممارسه. يعني دائما خاصك تبقى تحط الفيديوهات كل نهار، الا ما حطيتيش كل نهار فيديوهات او على الاقل يعني كل دو جور ولا كل 5 جور تحط فيديو، فهنا يوقع لك بلوكاج للقناه ديالك، والخوارزميات ديال اليوتيوب ما تبقاش مولفه عليك انك تحط بزاف، يعني ما تولي بحال ديزاكتيفي معطل، ما تبقاش اكتيف في اليوتيوب، فهنا ما تبقاش تقترحك. فباش تقترحك اليوتيوب خاصك تخدم على المحتوى. في الاول ما تفكرش في ليفي، ما تشوفش ليفي كاع، فقط خدم على المحتوى ديالك، لوحكو نار لي فيديو، وكون اكيد الى خدمتي على المحتوى ديالك وكان محتوى زوين ومحتوى محترم، كون اكيد واحد النهار غادي يجي وغادي توصل، غير خاصك تخدم. دونك فردوا بالكم في هاد المساله. دونك هذا الشرط الثاني، ميزه التحقق خطوتين قلت لكم، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث هو 1000 مشارك، والشرط الرابع 4000 ساعه. بطبيعه الحال نتوما، وهذه نصيحه من عندي باش ما توقعوش الغلط اللي وقعت فيه انا، دابا حنا كنعرفوا اي واحد كي يدير شي يوتيوب كيخدم بالجروبات، هذه معروفه، كيبقى يدير داك التبادل باش كيكمل داك 1000 ابوني، ولا كيمشي يجمع 4000 ساعه من البيسي من المتصفح الخفي. وي بطبيعه الحال هذه القضيه انا تانا معكم فيها، الا بغيتوا توصلوا دغيا وتحققوا الربح وتحققوا 1000 مشترك و 4000 ساعه، وغاني وريتكم كي ديروا تحققوا 1000 مشترك و 4000 ساعه في الفيديوهات ديالي، بامكانكم ديروها. ولكن في نفس الوقت عافاكم، لعبوا على المحتوى ديالكم وحاولوا تستقطبوا الناس اللي مهتمين بذاك المحتوى باش تضربوا عصفورين بحجر واحد. يعني ها نتوما كتخدموا في الجروبات يعني باش تطلعوا داك 1000 ابوني، وكذلك بالمتصفح الخفي بالنسبه للناس اللي عندهم البي سي وتجمع 4000 ساعه، اي او ميم طو ها نتايا كتخدم على المحتوى ديالك باش تجذب ناس حقيقيين ويكونوا عندك مشتركين حقيقيين. حيت من بعد ملي كتحقق الربح، الى مشيتي خدمتي في الجروبات ولا بالطريقه ديال انك تجمع السوايع بالمتصفح، فكون اكيد ان الادسنس ديالك كيتقفل. فنصيحه بالنسبه للناس اللي حقوا الربح، ويكون تمشيو تخدموا في الجروبات ولا تخدموا بالفي بي ان ولا
راه كون اكيد ان تنظيم الاقساط راه الادسنس، ودابا ولاو كيديروا حملات في الادسنس كيغلقوا القنوات، فردوا بالكم قبل ما تحققوا الربح. ماشي مشكل الا بغيتوا تخدموا في الجروب هذا الواتساب، وغادي نوريكم كيفاش تحققوا 1000 مشترك او ب 1000 ساعه، هذه ماشي مشكل. ولكن ان فوا تحققوا الربح زيدوا خدموا. انا قلت لكم في الاول وانتم كتديروا هذه المساله وانتم كتخدموا كذلك على المحتوى ديالكم باش يكون عندكم مشتركين حقيقيين. اما منين تحققوا الربح فخاصكم تركزوا على المحتوى فقط، حيث المحتوى هو اللي يجيب لكم مشتركين حقيقيين، يجيب لكم مشاهدات حقيقيه، كذلك نقرات شرعيه، يجيب لكم نقرات شرعيه للاعلانات، حيث النقرات غير الشرعيه كتؤدي للاغلاق ديال الادسنس، وهنا ما كيبقاش عندكم حق تنشئوا قناه اخرى بداك الادسنس. فردوا بالكم عافاكم في هذه المساله. هنا ملي كتحقق الشروط بربعه بطبيعه الحال، يعني اول حاجه قلت لكم خاصكم تشوفوا المحتوى شنو غادي ديروا. ثاني حاجه اللي خاصكم ديروا هو قبل ما تكريو شي يوتيوب، يعني تسجلوا واحد 10 الفيديوهات او 20 فيديو على الاقل، يعني واخا يكون عندكم غير هاتف ماشي مشكل، سجلوا شويه ديال لي فيديو ودخلوهم وليو عاوتاني سجلوا. من بعد ملي تسجلوا دوك 10 او 20 فيديو في الاول، يعني حيت تكونوا صافي عرفتوا المحتوى اللي غديروا، ادوزوا نيشان انكم تقلبوا كديروا تنشئوا قناه، وراني حاطها ديجا في الشين ديالي، وكاينه في ديشين اخرين كدير تنشا قناه. ملي كتنشا القناه ديالك كتبدا ترفع الفيديوهات، كذلك راني وليتكم كديروا ترفعوا الفيديوهات وتكتبوا الكلمات المفتاحيه، هادشي كله راني وريته لكم شين يوتيوب ديالي، دخلوا وشوفوا لي فيديو. من بعد ملي كترفع الفيديو ديك الساعات من الاحسن في الاول سورتو في الاول بقى كل نهار تلوح فيديو باش الخوارزميات ديال اليوتيوب تولف عليك وتطلع في الريشيرش ويشوفوك ناس جداد ويكونوا عندك متتبعين حقيقيين. دونك هذه ثالث حاجه خاصكم ديروا. رابع حاجه بطبيعه الحال هو الاستمراريه، وهذه اساسيه. رابع حاجه وهي الاستمراريه، ما تفشلوش وما تيأسوش، واخا يجيوكم تعليقات سلبيه او لي ديزلايك ماشي مشكل، حيت تكون اكيد انك في البدايه ديالك بزاف اللي كيتشكاو من هذه المساله، كيقول لك انا كندير زعما محتوى زوين محترم وواحد كيجي يدير لي ديزلايك، ولا واحد كيجي كيسبني في الكومونتير. كون على يقين ان هادوك اللي كيسبوك في الكومونتير واللي كيديروا لك ديزلايك من المعارف ديالك، يعني سواء الجيران ديالك وسورتو الجيران، سواء العائله ديالك، سواء صحابك، هادو هما الثلاثه ديال الناس اللي يقدروا يديروا لك ديزلايك في الاول ولا لي كومونتير. اما اشخاص عاديين ما كيعرفوكش كاع، راه يستحيل يدخلوا المحتوى ديالك ويجيو يدير لك نيشان ديزلايك هو مازال ما تفرجش في الفيديو، ولا يدير لك تعليق سلبي، يستحيل. ومن وجبد انا ندخل واحد المحتوى او واحد السيد ما كنعرفوش ومحتوى عنده محترم، راه يستحيل غادي ندير له ديزلايك ولا غادي ندير له تعليق سلبي، الا اذا كنت كنغير منه، ولا يا اما يكون منافس ديالي مثلا نقدر نسبو ولا ندير له ديزلايك، ولا نكون كنعرفو. اما من غير هاد الجوج راه ما يمكنش. دونك فمنين يجيوكم تعاليق سلبيه ولا يجيوكم لي ديزلايك، كون اكيد ومتاكد بان راهي المعارف ديالكم اللي كيديروا لك الديزلايك. دونك فبالعكس هذيك هي بدايه النجاح ديالك، ما خاصكش تفشل، بالعكس حيت كان كنتي كتلقى غير لي لايك وغادي تلقى لي كومونتير كلهم ايجابيين تبارك الله عليك وبرافو عليك، فكنت متاكد ان هذوك غير كينافقوك، وكنت متاكد انك مازال ما نجحتيش. ولكن من تلقى لي ديزلايك، بيان سور ما كنقولش ان الفيديو يكون فيه لي ديزلايك اكثر من لي لايك، لا، ولكن من تلقى بعض لي ديزلايك وبعض لي كومونتير اللي هما سلبيين، عرف راسك بانك راك غادي في النجاح، راك بديتي دير شي حاجه في اليوتيوب. دونك بالعكس كمل على طريقك وما تدورش وراك، وان شاء الله تنزل الاقصى غادي توصل. دونك هذه واحد المساله مهمه حتى هي. دونك في الاول ركزوا قلت لكم على المحتوى، ركزوا على انكم تبقاو كون تلوحوا فيديو باش اليوتيوب تبقى تقترحكم، يعني تتاكد انكم فعلا باغيين تخدموا باش ما يوقعلكمش بلوكاج الشين ديالكم. وثالث حاجه ما تديوهاش في الناس اللي كيديروا لكم ديزلايك ولا لي كومونتير سلبيه، فقط خدم على المحتوى ديالك وكون اكيد ان ان شاء الله باذن الله غادي تطلع الارباح. من بعد ملي كتحقق الشروط الاربعه بيان سور كتحقق الربح. هنا اللي كيولي مهم هو مشاهده الاعلانات، وهنا فين هضرنا قبيله على الار بي ام، يعني دائما انت باش تطلع من الار بي ام ديالك خاصك تلوح ديما،
هذه أول حاجة. ثاني حاجة الكلمات المفتاحية، تلعب على الكلمات المفتاحية اللي السعر ديالهم غالي، دونك هذه شي حاجة مهمة. باش تعرف الكلمات المفتاحية اللي السعر ديالهم غالي، غتمشي لغوشيغش اليوتيوب فقط وتكتب مثلا الطبخ. إن فوا تكتب الطبخ غيخرجوا لك الكلمات اللي عليهم الطلب بزاف، اللي الناس بزاف كتغوشيغشي عليهم. داك الكلمات اللي كيغوشيغشيو عليهم بزاف الناس، هذوك هما الكلمات المفتاحيه اللي خاصك تستعمل في داك المجال اللي كدير انت، اللي هو الطبخ مثلا. الا كنتي هذا هو المحتوى ديالك، المحتوى ديالك هو التعليم، كدير في غوشيغش التعليم وتشوف شنو كيخرج لك في غوشيغش. يعني دوك العناوين اللي كتلقى بزاف معاودينهم، يعني كيكون عليهم الطلب، هو داك الكلمات المفتاحيه اللي كتكون السعر ديالها غالي. هنا يعني الاخ بي ام يطلع. كذلك خاصك تستقطب الاجانب او الخليج، الناس الخليج ود امريكا، هادو الاخ بي ام ديالهم كذلك كيكون طالع. يعني كاين بزاف د العوامل اللي يمكن لك تطلع بها الاخ بي ام. وبطبيعه الحال يعني كيف ما قلنا، الالف مشاهده كتربح داك القدر اللي كيحطوا لك كل نهار في الاخ بي ام. فمثلا الاخ بي ام كان عندنا هاد النهار 0.34، فالا حققتي قلنا 1000 مشاهده في النهار في داك الفيديو، غادي تربح 0.34. طبيعه الحال غالبا الاخ بي ام كيكون طالع بالنسبه للناس اللي كيديروا مثلا، قلت لكم البرمجه ولا التداول ولا كيهضروا على قانون التامينات، دونك هادو كيكون عندهم الاخ بي ام طالع، حيت الممولين يعني كيخسروا على ذاك الاعلان بزاف، كيعطيو تكلفه كتكون طالعه، دونك السي بي ام كيكون طالع، يعني الاخ بي ام هو يكون طالع، يعني الارباح غادي تطلع. فقط خدموا على المحتوى والمشاهدات، كل ما كانت عندكم مشاهدات في النهار فوق 100,000، كل ما راكم غادي تربحوا في النهار اموال زوينه، يعني تقدر تدخل قول حتى 300 دولار في النهار، هي 60,000 ريال مغربيه. دونك فخدموا غير على المحتوى ديالكم وان شاء الله ما يكون غير الخير. والنصيحه التاليه اللي نقدر نعطيكم، وهو من بعد ما تحققوا الربح ما تخدموش في الجروب، انا كنقولها ونولي نعاودها، وما تخدموش بالفي بي ان، هادو جوج الحويجات ما تخدموش بيهم. خدموا على المحتوى ديالكم، الاستمراريه هذه اساسيه، انكم تلوحوا الفيديو غالبا كل نهار، وكون اكيد ان ان شاء الله باذن الله غادي تنجحوا وغادي تبقاو تحققوا مبالغ محترمه. بهذا غادي نكون نهيت الفيديو ديالي، كنتمنى تكونوا استفدتوا منه، وإلا استفدتوا منه ما تنساوش ديروا جيم كومونتير وتبارطاجيو مع اصحابكم باش يستافدوا حتى هما. وشكرا على التتبع ديالكم في هذا الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله.